ذكر يعني لو انت قلته كل يوم اربع ثلاث مرات تعتق رقبتك من النار. شوف بقى الصواب العظيم، كلنا بينتظر شهر رمضان حتى تعتق رقبته من النار. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا ذكر، لو احنا قلناه وما اكثر ذنوبنا من حسد وغيب وغيبة ونميمة ونظر حرام وكبائر الذنوب كل يوم بنقع فيها. فاحنا محتاجين لهذا. يعني في بعض الناس يتجب لهم النار كل يوم من ذنوب بيعملوها. لما توازن على الذكر ده كل يوم تعتق رقبتك من النار. يعني عايز ايه اكتر من انت تعتق؟ يعني رقبتك تعتق من النار، عايز ايه اكتر من كده؟ تقوله ثلاث مرات. هو له صيغتين، في صيغه حديث صحيح يا ابي داود، وفي صيغه اضعف شويه، وبرضه لو قلتها ما فيش مشاكل. من قال اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك واشهد من في السماوات ومن في الارض انك انت الله لا اله الا انت لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك ثلاث مرات، عتق مره عتق ثلثه من النار، ومن قالها مرتين عتق ثلثيه من النار او ثلثه من النار، ومن قالها ثلاث مرات عتق كله من النار. وفي روايه ثانيه لو انت قلت اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك واشهد ملائكتك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك، بس المره دي بس ده تقوله اربع مرات تعطى كلك من النار. قلت مره واحده تعطى الربع، مرتين نصف، وكذا. خلينا في الروايه الاولانيه الاصح، انا هكتب لكم روايتين تحت الفيديو، يا ريت تحفظوهم، ويا ريت ده من ذكرك اليومي كل يوم. يعني مين منا ما يتمناش ان هو تعطى رقبته من النار؟ يعني تقوله وانت باذن الله بعد ما تقوله يبقى انت كده ان شاء الله اصبحت في حل من النار، اصبحت بعيد عن النار. ربنا سبحانه وتعالى يحرك عليك النار كل يوم. انا اقول ثاني، اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حمله عرشك واشهد من في السماوات ومن في الارض انك انت الله لا اله الا انت لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك ثلاث مرات. مره اللي بتعتق يعتق ثلثك من النار، مره ثانيه ثلثاك من النار، المره الثانيه الثالثه تعتق كلك من النار. اقول قولي هذا، استغفر الله.